العاشرة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشر إخبارية جديدة من النيل. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل والفئات الأكثر احتياجا للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده ضم رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والتموين ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. كما تناول الاجتماع متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة من أجل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه بالاستمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها بكميات مناسبة. كما شدد الرئيس على أهمية ضبط أسعار وسائل النقل لتفادي ارتفاعها بشكل يفوق الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخراً. وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق عمل اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع اللجنة التي تشكلت وفقا للقرارات الصادرة على المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ. واحد من أهم مكتسبات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي مراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنها أحكام نهائية والذين لم يتورطوا في أعمال عنف. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات هؤلاء الشباب، حيث عرضوا تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة. اجتمعت هذه اللجنة اليوم مع سيادة الرئيس علشان تقدم موجز أو ملخص للعمل اللي تم، وإحنا الحقيقة تلقينا منذ أن كلفنا بهذه المهمة قوائم باسم المحتجزين من المجلس القومي لحقوق الإنسان، من لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني اللي هو مهتم بهذا الموضوع، وأيضا تلقينا عديد من الحالات من الشكاوى الفردية لأهالي المحتجزين. اللجنة في الحقيقة فحصت هذه الحالات وصنفتها، وحاولنا أن احنا نحط أولويات في الإفراج إن شاء الله عن أكبر عدد من المحتجزين، وابتدينا أساسا بقضايا حرية النشر والتعبير والصحافة، وثانيا بحالات الطلاب اللي تأثروا في احتجازهم في مستقبلهم أو حصل تأخير في تحصيلهم الدراسي، وسيادة الرئيس اقترح كثير من المقترحات اللي هي تعوضوا عن هذا الذي حدث لهم، بما في ذلك أيضا بعض الذين يمكن أن يضروا في ظروفهم المعيشية إلى آخره. الحاجة الأساسية الحقيقة أن احنا قدمنا قائمة النهاردة الحقيقة، وأعتقد إن شاء الله يعني الرئيس أعلن بكل قبول وبكل صدر رحب عن ان هو ان شاء الله يتم دراستها والاعلان عنها في خلال يوم او يومين. بتضم طلبه ومعظمهم طلب الحقيقه، وبعض المحكوم عليهم في قضايا الراي. الاهم من كده اعتقد انها هتبقى 83 اسم برضو علشان الناس تبقى عارفه، هم تقريبا 83 اسم. اعضاء اللجنه اشاروا الى انهم تواصلوا مع عده جهات واطراف من بينها اهالي المحتجزين لدراسه ملفات جميع هذه الملفات بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخليه. عرضنا على سياده الرئيس برنامج عمل اللجنة على الفترة اللي فاتت وعن الجهات اللي تلقينا منها الشكاوي، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنها لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وبعض المراكز الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات. تم الاتفاق على قائمة مبدئية، وتم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة للانتهاء من فحص كافة الحالات التي ترد إليها في شكل شكاوي، واللجنة ستستمر في تقديم قوائم أخرى على دفعات لاحقة، والهدف من كل هذا الأمر أن تحدث حالة من الانفراج السياسية الواضحة وإعادة دمج الشباب بشكل حقيقي في العملية السياسية، وده نتيجة مهمة جدا من نتائج مؤتمر شرم الشيخ الأول للشباب اللي إن شاء الله نأمل أنه يكون نقلة في العمل السياسي في الفترة القادمة. كمان أوصى بوضع خطة متكاملة تخص إعادة تأهيل والدمج المجتمعي لمن سيتم العفو والإفراج عنهم. هذا وقد وجه الرئيس السيسي باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها مع توسيع نطاق عملها.
الرئيس يمكن يوجه بعدد من الأمور، منها مد عمل بناء على طلب اللجنة، مد عمل اللجنة لنظر كافة الحالات المعروضة عليها. تقدمنا أيضا لسيادة الرئيس ب 83 حالة انتهينا منهم وانتهينا من فحصهم ووضعناهم على القوائم قوائم العفو. ويمكن الرئيس يعني جاري الآن فحص هذه الحالات ومراجعتها من جانب السيد الرئيس، بالإضافة لده أنه وسع اختصاص اللجنة في نظر الحالات التي حكم أو حصلت على أحكام باتة ونهائية وليست مجرد المحبوسين احتياطيا فقط، وبالتالي اللجنة الآن تنظر كافة الحالات دونما استثناء للحالات التي تم صدور أحكام نهائية عليها. على رشوان النيل. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة شقيقه الأمير التركي بن عبد العزيز الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاما. تتواصل اليوم فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث لليوم الثاني على التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد أكد خلال كلمته في افتتاح المؤتمر أن برنامج الحكومة يستند إلى خفض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو وإصلاح منظومتي التعليم والصحة وترشيد النفقات فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه أخبار اليوم بعنوان مصر طريق المستقبل الانطلاق والتحديات، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي أكد خلال كلمته أن البرنامج الاقتصادي يستهدف تحقيق اقتصاد سوق منضبط وتوفير فرص عمل لائقة. لقد تقدمت الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب في مارس من هذا العام، وتضمن البرنامج والرؤية والبرامج الاقتصادية للحكومة، وشمل ذلك العمل على تحقيق اقتصاد سوق منضبط، توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، خفض معدلات البطالة والفقر، زيادة معدل النمو بنسبة تزيد على 6% في السنوات القادمة. ومن جهته صرح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن جميع الإجراءات الاقتصادية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أن الحكومة جادة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بكافة أبعادها. الحكومة بكل أجهزتها جادة في طريق الإصلاح وفي إتمام والإسراع بخطى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والصعيد التنمية المستدامة بكافة أبعادها. إحنا هذا المؤتمر الهام أصبح مرة تانية بيكتسب ثقة ومصداقية على كل المستويات، سواء على مستوى الحكومة وتشريف السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا وهذا الجمع الكبير. فعاليات المؤتمر تستمر 3 أيام، يتم من خلالها عقد العديد من الجلسات منها السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار. رمضان المطعني، النيل. ومن مقر المؤتمر تنضم إلينا مراسلة النيل ولاء الحديني. يعني ولاء، ما أهم فعاليات المؤتمر في يومه الثاني وهل هناك من توصيات حتى الآن؟ يعني ولاء هل تسمعينني؟ ولاء، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميلة ولاء الحديني مراسلة النيل من مقر المؤتمر. ونستكمل هذه النشرة حيث تقام صلاة الجنازة على الفنان القدير محمود عبد العزيز اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وتوفي عبد العزيز الليلة الماضية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما. بعد صراع مع المرض توفي الفنان الكبير محمود عبد العزيز عن عمر يناهز 70 عاما. بلغ رصيد الفنان محمود عبد العزيز في السينما المصرية 84 فيلما، وقدم من خلاله عددا من الأدوار المتنوعة بين الرومانسية والكوميدية والواقعية. ومن أبرز أعماله السينمائية مع حبي وأشواقي وكفاني يا قلب والبنات عايزة إيه وإعدام طالب ثانوي والعار ووكالة البلح والعذراء والشعر الأبيض وتزوير في أوراق رسمية وإعدام ميت
والشقة من حق الزوجة والكيف وجري الوحوش والدنيا على جناح يمامة والكيتكات والساحر وإبراهيم الأبيض. كما قدم عبد العزيز العديد من الأدوار التلفزيونية المهمة ومنها شجرة اللبلاب والدوامة والبشاير ومحمود المصري، وكانت أبرز أعماله التلفزيونية التي أثرت كثيرا في الدراما المصرية مسلسل رأفت الهجان الذي قدمه في منتصف الثمانينيات وجسد من خلاله شخصية من ملف المخابرات المصرية. نال الفنان محمود عبد العزيز خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والأوسمة من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية، وحصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلم الكيتكات، كما حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان مسقط عن فيلم الساحر، وجائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم سوق المتعة. إلى الملف العراقي، حيث يتواصل القتال على الجبهة الشرقية لمدينة الموصل، وذلك بعد استعادة القوات الخاصة بدعم من طيران التحالف السيطرة على منطقتين في هذه الجبهة. وأعلن الجيش العراقي أنه دمر خلال الهجوم 10 سيارات ملغومة نشرها تنظيم داعش. وأضاف الجيش أن قوات المشاة والمدرعات تقدمت أيضا في حي مجاور ودمرت 3 قاذفات صواريخ وقتلت 30 من مسلح داعش. وتقاتل القوات العراقية في داخل شرق الموصل منذ 10 أيام في محاولة لتوسيع تمركزها في المدينة التي سيطر عليها التنظيم في منتصف 2014. في غضون ذلك، وثق حقوقيون 3 هجمات كيميائية جديدة على الأقل استخدمها تنظيم داعش الإرهابي ضد مدنيين في منطقة القيارة شمالي العراق. وأبدت الأمم المتحدة مخاوفها من شن تنظيم داعش المزيد من الهجمات الكيميائية خلال المعارك ضد القوات العراقية في الموصل مع قلهم الرئيسي الأخير بالعراق. كان تنظيم داعش قد هدد باستخدام مواد النشادر والكبريت أو الكبريت في هجماته على مناطق مدنية تحت سيطرته في مدينة الجيارة الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوبي الموصل، وذلك قبيل الهجوم الحالي للقوات العراقية الذي بدأ في 17 أكتوبر الماضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد تحسين طه مراسل النيل. يعني تحسين، يعني كيف هي الأوضاع الميدانية الآن في الموصل وإلى أين وصل تقدم القوات العراقية؟ نعم، بداية أهلا بك سيدي وأهلا بمشاهدينا الكرام. حسنا، القوات العراقية يعني ما تزال يعني مستمرة بعمليات التقدم، لكن يعني في الأيام الثلاث الماضية وحتى اليوم يعني العمليات بدأت تهدأ شيئا ما، وهنالك بطء في عملية التقدم، وذلك بعد تحيز الطلعات الجوية نتيجة الخوف من استهداف أو وقوع مدنيين خلال استهداف الجماعات المسلحة. بالتالي فإن قلة الضربات الجوية يعني نتيجة طبيعية أن تقلل العمليات، كون هنالك كان اعتماد كبير على الضربات الجوية لطيران التحالف الدولي وللسلاح الجوي العراقي في عمليات التقدم التي حدثت في الأسابيع الثلاث الماضية منذ انطلاق العملية. نحن نقترب من دخول العملية في شهرها الأول، ولكن يعني استطاعت القوات الأمنية أن تحرز تقدم كبير على مستوى المحاور الثلاث، لا سيما في المحور الشرقي الذي تمثلت السيطرة على 7 أحياء كاملة والاستمرار بعملية التقدم. يوم أمس كان هنالك تقدم في حي القادسية وحي البراجي، إضافة إلى السيطرة على بعض المناطق التي حدثت فيها مواجهات شديدة في حي كركوكي وحي عدن وحي الانتصار. القوات الأمنية من المتوقع أن تستمر اليوم بعمليات التقدم في حي عدن، إضافة إلى التقدم من المحور الشمالي الذي كان تقريبا شبه متوقف. أيضا هنالك يعني خلال اليومين الماضيين تم السيطرة على منطقة شمال الزاف، إحدى المناطق المهمة التي تقع خارج مدينة الموصل، لكنها يجب تصديرها كونها في مسار العمليات. هنالك أيضا تقدم يستمر بشكل أيضا بطيء في المحور الجنوبي وأسرع شيئا ما في المحور الغربي الذي هو يذهب باتجاه الأحمر وليس باتجاه مدينة الموصل.
كونه يريد ان يؤمن الطريق الذي يربط جغرافيا مدينه الموصل بالحدود السوريه واتجاه الرفح. اذن فان القوات الامنيه تركز اكثر شيء على المحور الشرقي والمحور نعم. الجنوب الشرقي كون هنالك تقدم بالاحياء السكنيه. طب تحسين يعني تحسين يعني لو تحدثنا عن يعني ما وثقه الحقوقيون من وجود هجمات كيميائيه لتنظيم داعش يعني وكيف يتعامل المدنيون ايضا في الموصل مع مثل هذه الهجمات وكذلك القوات العراقيه؟ حقيقه يعني هذه المعلومات تاكدت من اكثر من مصدر وطبعا من منظمات دوليه وهي مختصه بعضها في هذا المجال تاكدت بان طبعا هنالك في البدايه كانت معلومات يعني اشتباه لكن اليوم يعني نتحدث عن تأكيدات من منظمات دولية. المواطنين ليس لديهم أي طريقة للتعامل مع مثل هذه الهجمات كونهم يعني في وضع حرج جدا وهم يريدون الفرصة للهرب من جماعات داعش. لكن إذا تحدثنا على الجانب العسكري فإن القوات الأمنية قبل الانطلاق في عملية تحرير الموصل عملية خادمون يعني النواب قامت بتجهيز القوات الأمنية بما يقارب من 40,000 قناع وافي للمواد السامة والكيميائية طبعا عن بعض المعلومات للمحاسبين لكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. لكن الوضع الإنساني يبدو هو الأصعب كون هنالك تسجيل حالات في الإصابة بمثل هذه الأمراض في الهجمات السابقة. طبعا المنظمات الدولية استندت إلى عينات من الهجمات السابقة في منطقة الطيارة وفي منطقة الشفاف في صلاح الدين وأكد بأن داعش استخدمت أكثر من مرة ما يقارب من 3 مرات إلى 4 في هجماتها مواد سامة على القوات الأمنية أو ضرب بعض المناطق التي فيها المدنيين وبالتالي ممكن جدا أن ترجع داعش في حالات الاختناق الشديد عند المواجهات في المدن إلى هذا السلاح وهذا الأسلوب مما يجعل الخطر حقيقة يعني كبير وأيضا يعني يكون تحدي كبير أمام القوات العراقية التي تؤثر على الحفاظ على المدنيين وعدم وقوع خسائر. وبالتالي فإن التأشيرة أو المؤشرات التي أثبتت استخدام داعش في هذا السلاح سوف يعقد من العملية وسوف يعرقل من العمليات بشكل كبير. لكن يعني إذا يعني العمليات متواصلة إذا تحسين طه وهناك تقدم للقوات العراقية إذا داخل الموصل. أنا بشكرك تحسين طه مراسل النيل من بغداد. في الوقت نفسه اتهمت منظمات حقوقية القوات الكردية بهدم منازل وقرى عربية في شمال العراق بشكل غير قانوني خلال العامين الماضيين فيما اعتبرته بمثابة جريمة حرب. وأضافت المنظمة أن الانتهاكات التي وقعت بين سبتمبر 2014 ومايو 2016 في 21 بلدة وقرية داخل مناطق متنازع عليها بمحافظتي كركوك ونينوى انتهجت نمطا من عمليات الهدم غير القانونية. وتخضع هذه المناطق شكلا لسلطة بغداد لكن تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان التي طردت تنظيم داعش من مناطق بشمال العراق كان التنظيم قد استولى عليها في 2014 واستقبلت أكثر من 1,000,000 شخص معظمهم من العرب السنة الذين شردهم الصراع. وشهدت بلدة بعشيق القريبة من الموصل حالة من الخراب بعدما دمرها عناصر تنظيم داعش الإرهابي قبل الانسحاب منها. عدد من سكان البلدة بدأوا في العودة إليها في محاولة لاستئناف حياتهم بشكل طبيعي من جديد وسط ظروف بالغة الصعوبة. بعد تحريرها من قبضة داعش عاد عدد من سكان بلدة بعشيق العراقية لتفقد منازلهم ومحلهم بعد أن تم تدمير الكثير منها أثناء استعادة مدينة الموصل شمال العراق. هذه المدينة تدمرت، لم تتبقى مدينة هنا. كما ترى بشكل واضح لا يمكن لشخص العيش هنا في ظل هذه الظروف، لا خدمات ولا كهرباء ولا مياه. الحياة بالغة الصعوبة، متجري تدمر وأصبح على الأرض. كما وجد بعض العائدين إلى بعشيق أن منازلهم كانت مستخدمة كمقرات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وحفرت تلك العناصر أنفاقا في أراضي يمتلكونها واستخدمها التنظيم لتخزين قذائف الهاون قبل أن يتراجعوا. هذه قنابل هاون، لا أعرف سبب وجود هذا الشيء الكبير ولا أعرف فيما يتم استخدامها. لدينا 5 أو 6 من هذه الأشياء، هناك قذائف في الصندوق ولا أعرف هي من أجل ماذا.
ولا تزال القوات الكردية تقوم بعمليات تطهير للطرق من الألغام والقنابل التي زرعتها عناصر داعش بعدما اضطروا إلى الخروج من البلدة في إطار الحملة العسكرية للقوات العراقية المشتركة لاستعادة الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق. أحكمت قوات الجيش السوري سيطرتها على أحياء غرب حلب والتي كانت قد خسرتها خلال الأسابيع الماضية. وأفادت المصادر بأن الجيش حصن العديد من أحياء حلب الغربية لوقف أي أمل للفصائل المقاتلة من خارج حلب من فك الحصار على أحياء حلب الشرقية. في الوقت نفسه قتل مدنيون وأصيب آخرون في قصف مدفعي لمنازلهم في حي الشعار شرقي مدينة حلب، كما قتلت امرأة وطفلة وأصيب أكثر من 5 آخرين خلال قصف جوي استهدف مدينة الأتارب بريف حلب الغربي بالقنابل العنقودية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق لقاء شحادة مراسل النيل. يعني لقاء، يعني هناك تقدم واضح للجيش السوري في حلب، هناك حديث من جانب روسيا أيضا عن احتمالية وجود هدنة جديدة إذا تم يعني إخلاء المدنيين وغير ذلك من الأمور. يعني كيف يبدو الوضع في حلب الآن في هذه وسط هذه التطورات المؤخرة؟ نعم، بالنسبة للأعمال الميدانية والأعمال العسكرية لم تزل هذه الأعمال مستمرة، خاصة بعد استعادة الجيش السوري لبلدات ومواقع هامة في حلب الغربية أو في الريف الغربي لمدينة حلب، وخاصة بلدة منيان وكذلك ضاحية الأسد، أكاديمية الأسد، مدرسة الحكمة، المزارع المحيطة في هذه المناطق والتي يعني تعتبر بمساحة كبيرة، هو الأهم من ذلك أنها مساحة هامة حتى أن الجيش السوري أضحى في رماياته الصاروخية والمسعية على الراشدين 4 والراشدين 5 حرى المسلحون. هذه المعارك مستمرة، القصف المدفعي مستمر، العمليات العسكرية للجيش السوري وحلفائه مستمرة في هذه المناطق. بخصوص الهدنة الإنسانية، حتى اللحظة لم يصدر من دمشق أي يعني تصريح أو أي شيء بخصوص الهدنة التي ألمحت إليها روسيا فيما لو وافقت الأمم المتحدة على المطلب الروسي، وهو يعني تأمين الوصول المساعدات إلى أهلها في الأحياء الشرقية، أضف إلى ذلك تأمين خروج المدنيين من هذه الأحياء الشرقية. هذه المسائل ربما حتى الأمم المتحدة لا تستطيع أن تبدها، سيما وأن المسألة بيد المجموعات المسلحة وتحديدا جبهة النصرة وحركة أحرار الشام والحركات والتنظيمات المتحالفة مع هذين التنظيمين، وهذا التنظيمان اللذان يعني ليس للأمم المتحدة أي يد طولة على قرارهما. القرارات في هذه التنظيمات تعود لاستواء إقليمية أخرى على رأسها تركيا. حتى اللحظة لم يصدر من دمشق شيء، لم يصل إلى دمشق من الأمم المتحدة أي شيء. العملية العسكرية مستمرة هنا في دمشق، مصادر قريبة من القرار السياسي في دمشق تقول أنها لا تعول كثيرا على ما يمكن أن تقول به الأمم المتحدة، سيما وأن هذه الهدنات السابقة يعني القرارات أو الكلام الذي تتحدث به الأمم المتحدة عن الهدنات الإنسانية لم يكن يعمل شيء سوى تسليح المزيد من التسليح للمسلحين وتدفق المسلحين إلى الأحياء الشرقية. طبعا هناك أيضا عمليات القوات السورية الديمقراطية وبين داعش في الريف الشرقي من مدينة حلب وكذلك في الريف الشمالي الشرقي من مدينة حلب، وهناك أيضا تقدم لقوات سوريا الديمقراطية في الريف الشمالي لمدينة الرقة في إطار عملية درع الفرات أو التي تستهدف استعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش. لكن هناك حسب مصادر محلية يعني حديث عن ارتكابات يعني لا إنسانية تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية بحق العشائر وبحق المدنيين الذين يعني تمر هذه القوات في مدنهم وبلداتهم. هذا المختصر أهم التطورات الميدانية في المنطقة الشمالية. لقاء شحادة مراسل النيل من دمشق، شكرا جزيلا لك. دمرت منظومة الدفاع الجوي الصاروخية التابعة لقوات التحالف العربي في محافظة مأرب وسط اليمن صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح باتجاه المحافظة شرق اليمن.
من ناحية أخرى، قصف الجيش اليمني مواقع الميليشيات في مديرية نهم شرق صنعاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه الميليشيات. يأتي ذلك فيما تمكنت قوات الجيش اليمني وقوات المقاومة المدعومين بقوات التحالف العربي من تحرير مناطق جديدة في مديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. واقتربت القوات من الطريق الرئيسي الذي يربط المحافظة بمحافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي، واقتربت أيضا من الطريق الدولي الذي يربط اليمن بالسعودية. احتشد متظاهرون في عدة مدن أمريكية لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على انتخاب الرئيس دونالد ترامب، وعبر المتظاهرون عن مخاوفهم من تهديد حقوقهم المدنية والإنسانية بعد يوم من إصابة متظاهر بالرصاص في بورتلاند بولاية أوريغون، وألقي القبض على عشرات من المحتجين وأصيب عدد قليل من أفراد الشرطة أثناء الاحتجاجات في بورتلاند ومدن أخرى. من جانبه أدان ترامب الاحتجاجات في بدايتها واتهم وسائل الإعلام بتأجيجها، متراجعا بذلك عن موقفه السابق بالإشادة بحب المتظاهرين لوطنهم. هذا ومن المقرر أن يجتمع اليوم وزراء خارجية الدول 28 على عشاء عمل في بروكسل بدعوة من وزيرة الخارجية فيدريكا موغريني لبحث تداعيات فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي عبر عن معارضته لمواصلة بلاده لالتزام نحو شمال حلف شمال الأطلسي منذ عقود للدفاع عن القارة. هذا ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء المقبل بجولة أوروبية تشمل اليونان وألمانيا، وذلك في محاولة لطمأنة أوروبا إزاء مواقف الرئيس المنتخب ترامب ذات النزعة الانعزالية عن الاتحاد الأوروبي. وقبل أيام من جولته شدد أوباما على أن التكامل الأوروبي هو أحد أعظم الإنجازات السياسية والاقتصادية في العصر الحديث. يخوض المنتخب الوطني مباراة مصرية أمام غانا باستاد برج العرب بالإسكندرية في السادسة من مساء اليوم، وذلك ضمن الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2018. ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز الذي سيقطع شوطا كبيرا نحو التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 26 عاما. في نهاية هذه النشرة، هذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ووسائل المواصلات لضبط الأسعار. تواصل القتال شرق الموصل، وسكان المناطق المحررة من داعش ما زالوا يعانون من آثار استخدام التنظيم أسلحة كيميائية. تواصل المظاهرات المناهضة لدونالد ترامب في عدة مدن أمريكية لليوم الرابع على التوالي. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.